علمانية، يعني هو نظامها يتم التداول فيه من الأحزاب فليتنافس المتنافسون. هذا هو القرآن، هذا هو عين القرآن، وهذا ما يخالف السلفي. أنا مسلم قرآني، أنني إذن علماني، وكتبت ذلك في الكتاب الذي ذكرته، جولاغ ديموكراسي. القسم الثاني منه يقيم الدليل على أن الإسلام القرآني لا السلفي، الإسلام القرآني علماني، السيادة للشعب، الشعب هو الذي يشرع، التشريع بيد الشعب، بيد الشعب، لا مشرع إلا الشعب ولا مشرع غيره. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله قرآن. العلماء الذين يكتبون كتب الفقه وينظرون ويقولون هذا من عند الله، أقول لهم ويل لكم بنص القرآن. الأمة تحكم مصيرها، لا المدعوين بالعلماء. لم يكن في وقت النبي علماء، كل مسلم إمام. وأحذر شديد الحذر من أن يتخذ الأئمة من بين من يسمون بالعلماء. الأئمة يجب أن يكونوا من صلب الأمة،